السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن البردة والهمزية، قصيدة البردة أو قصيدة البرأة أو الكواكب الذرية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، هي أحد أشهر القصائد في مدح النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتبها الإمام محمد بن سعيد البوصيري في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي، وهي من روائع الذكر وروائع مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تاريخ الأدب العربي. تقع قصيدة البردة في 160 بيتا، وتتناول 10 موضوعات، منها في مدح سيد المرسلين، وفي مولده، وفي معجزاته، وفي شرف القرآن ومدحه، وفي جهاد النبي الكريم، وفي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي المناجاة وعرض الحاجات وغيرها. ومن أشهر أبيات بردة الإمام البصيري أنه قال: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أمن تذكر جيران بدي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومد البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينك إن قلت اكففا غمة، وما لقلبك إن قلت استفق بهم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراغ أيما شمم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول ولا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيهم واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. أيها الأحباب الكرام، هذه هي قصيدة البردة، وتسمى أيضا بالهمزية، وتسمى بالبرأة أو الكواكب الذرية في مدح خير البرية. الذي نظمها هو الإمام البصيري، ينتسب إلى بلدته أبو صير، وهي في مصر بين الفيوم وبني سويف. أسرته ترجع في أصولها إلى المغرب، إلى قبيلة صنهاجة إحدى قبائل البربر.
ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر إلى القاهرة ليتلقى العلوم في العربية والأدب والدين. الإمام البصيري في أول أمره حفظ القرآن وصار مقرئا، ثم قام بدراسة الأديان ودرس سنة خير البرية، لكنه كان كثيرا ما يشكو حاجته وفقره. عاش ظروفا مادية صعبة، آنذاك كان القرآن الكريم ودراسته الدينية لا تكاد تتجاوز الحناجر، فكان يبحث عن المال وعن الحظوة، وأحيانا يهجم موظفي الدواوين ويذكر مساوئهم في أسلوب ظريف. وكان الإمام البصيري قد أصيب بشلل نصفي، فكان يبحث عن الدواء وصرف كل ماله ولم يجد علاجا، وتخلى عنه الأصحاب والأهل والأحباب، إلى أن لقيه أحد الصالحين وقال له: أنا عندي لك دواء، أكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله الأمين. فصار الإمام البصيري يكثر من الصلاة على النبي الكريم أياما وليالي وأسابيع وأشهر وهو مريض سقيم يعاني من الشلل النصفي من بوفالج. وفي ليلة من الليالي رأى النبي الكريم رأي العين، ومر بيده الكريم على جسمه، رآه بين المنام واليقظة، وقال له: عليك السلام يا بصيري. ثم مر بيده الكريم على جسمه فقام مشافا معافى، وألبسه البردة، ألبسه البردة، بردته صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. فقام بعدها البصيري وقد شوفي وعوفي وامتلأ قلبه بحب النبي المصطفى، وامتلأ فؤاده بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم أنه بعد ذلك لن يمدح إلا خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الإمام البصيري يعنى بقراءة السيرة النبوية ومعرفة حقائق أخبار النبي الكريم، وجمع سيرته العطرة، وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح هذا النبي الكريم. كانت هذه القصيدة المسماة بالبردة وأيضا الهمزية، وتسمى أيضا بالميمية لأن آخر قافيتها حرف الميم، والهمزية هي القصيدة المسماة أم القرى في مدح خير الورى. وهذا الديوان كبير وعظيم وجليل، تم طبعه مرات ومرات أيام زمان وحتى في عصرنا الحالي. وهذه الميمية أيضا تقع في أكثر من 450 بيتا، مما قال فيها: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، إلى أن قال: أنت مصباح كل فضل ما تصدر إلا من ضوئك الأضواء. وفي سبب نظمه لهذه القصيدة في رواية أخرى يقول الإمام البصيري: داهمني الفالج، شلل نصفي، فأبطل نصف جسدي، ففكرت في عمل قصيدتي هذه، فعملتها واستشفعت بها إلى الله في أن يعافيني، وقررت إنشادها، ودعوت وتوسلت، ونمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي البردة، فانتبهت ووجدت في نهضة، فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحدا، فلقيني بعض الفقراء فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أي قصائدي؟ قال: التي أنشأتها في مرضك. وذكر أولها وقال: والله إني سمعتها البارحة
وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجبته وألقى على من أنشدها بردة فأعطيتها إياه، وذكر الفقير ذلك وشاعت الرؤيا. وعلى الرغم من أن بردة البصيري لها هذا التبجيل والمكانة الأدبية، إلا أن علماء السلفية عابوا على القصيدة ما يرون أنه غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقد انتقد عدد من علماء السلف البردة بادعاء وقوع البصيري في الشرك أو في بعض الشرك، ومن أشهر منتقديها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ وغيرهم. ومن أبرز الأبيات التي انتقدت فيها تلك القصيدة قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعادي يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيهم واحتكمي، لو ناسبت قدره آيات عظمى أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوف الخلق بالذمم. فمن كلام أهل العلم في نقد تلك الأبيات ونقدها قالوا بأن فيها الشرك الأكبر ما لا يخفى، من ذلك قولهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك، التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل. وأيضا لما قال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. اللياد معناه كالعياد سواء بسواء، فالعياد يكون لدفع الشر واللياد لجلب الخير. وطبعا ما هو مقرر في العقيدة الإسلامية أنه لا يجوز العياد إلا بالله وبأسمائه وصفاته، أما العياد بغيره فشرك، لأن ربنا عز وجل قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. ويرى هؤلاء المشايخ من السلف أن الإمام البصيري استعمل الدعاء ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي عادة لا تطلب إلا من الله وحده لا شريك له، فقالوا هذا هو الشرك في الألوهية. ثم إن طلب الشفاعة لا يكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع. ثم ذكر هؤلاء العلماء من السلفية أن هذه الأبيات التي نظمها الإمام البصيري في البردة والهمزية والميمية فيها من التبري من الخالق تعالى وتقدس، والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن. فأين هذا من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله جل علاه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا، وأيضا قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، وأيضا كما قال نوح عليه السلام
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيها الأحباب الكرام، قصيدة البردة والهمزية أجمع معظم الباحثين رغم كل الانتقادات على أنها قصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوي، إن لم تكن أفضلها على الإطلاق في تاريخ الإسلام وتاريخ العرب. انتشرت هذه القصيدة انتشارا واسعا في مختلف بقاع البلاد الإسلامية عبر التاريخ، يقرأها المسلمون أو جل المسلمين في معظم بلاد الإسلام، منهم من يقرأها كل ليلة جمعة ويقرؤونها في المناسبات الشريفة، بل إن بعض المتصوفة عقدوا مجالس عرفت بالبردة الشريفة أو مجالس الصلاة على النبي، وزكها عدد من العلماء الأجلاء، علماء الشريعة وعلماء الدين وعلماء العقيدة، من بينهم الإمام الجليل الإمام السيوطي الذي قال عن هذه القصيدة: كان البصيري رحمه الله من عجائب الله في النظم النثرية، وإن لم يكن إله إلا قصيدته المشهورة بالبردة تكفيه فخرا، وكذلك قصيدته الهمزية البديعة. وقد ازدادت شهرة البردة حتى أن الناس أصبحوا يتدارسونها في المساجد. هذا ما قاله الإمام السيوطي مجدد القرن السابع. فالقدماء كانوا يفخرون بهذه القصيدة، وأيضا العلماء المحدثون المعاصرون كالدكتور زكي مبارك من كبار نقاد الأدب العربي قال: البصيري بهذه البردة هو الأستاذ الأعظم لجماهير المسلمين، ولقصيدته أثر في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق. فعن البردة تلقى الناس طوائف من الألفاظ والتعابير غنيت بها لغة التخاطب، وعن البردة عرفوا أبوابا من السيرة النبوية، وعن البردة تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل المحمدية والخلال النبوية. وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها الأخاد إلى مختلف الأقطار الإسلامية، وأن يكون الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ألهمت قصيدة البردة الكثير من الشعراء والأدباء والعوام على مر العصور، وأشهر من نهج على نهج البصيري هو أمير الشعراء أحمد شوقي، وقد غنت أم كلثوم أيضا هذه القصيدة. أيها الأحباب الكرام، لقد ترجمت بردة الإمام البصيري إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والهندية والفارسية وغيرها، لما تحظى به من مكانة روحية وفكرية كبيرة، جعلتها أيقونة المديح النبوي عبر 800 قرن من الزمان، منذ أن خطها الإمام البصيري في القرن السابع الهجري. وشرح قصيدة البردة عدد كبير من العلماء والفقهاء الكبار، واعتنوا بها اعتناء عظيما، منهم الإمام شهاب الدين القسطلاني، وسمى شرحه على البردة الأنوار المضيئة في شرح الكواكب الذرية، وكذلك الإمام جلال الدين المحلي وهو صاحب كتاب تفسير الجلالين، والإمام الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن. فرحم الله الإمام البصيري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله رب العالمين، خالق اللوح والقلم، خالق الخلق من عدم، مدبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، يا من جمل الليل بالنجوم في الظلم، لك الحمد والشكر لله يا رب العالمين. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد كله
ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأنت يا ربنا أنت أهل أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد والشكر على كل حال، حمدا لشكرك وأداء لحقك. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إن شكرك نعمة تستحق الشكر، فعلمنا كيف نشكرك يا ربي يا كريم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد يا جزيل العطاء يا كريم القضاء يا سابغ النعماء، لك الحمد يا من له الأرض والسماء، لك الحمد يا رب العالمين يا من لا يزول ملكه ولا يتضعضع ركنه. اللهم يا رب العالمين يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وخالقنا وغاية رغبتنا، نسألك شكر نعمك وحسن عبادتك. اللهم زدنا من الخيرات ولا تنقصنا، اللهم زدنا من البركات ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.